أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة ولقاء جديد مع أسرة في بيت العيلة. بنتعرف على أفرادها، بنقترب منهم، بنشاركهم أفكارهم وأحلامهم. المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرة تعشق الفن وتتنفس أجواءه في كل تفاصيل حياتها. تبدأ القصة مع الجدة ليلى عبد الحميد التي تكتشف في نفسها شاعرة مبتدئة تهوى الشعر. تنقل الجدة خبرتها لابنتها التي تخوض ذات الطريق في ظروف أكثر يسرا، فتصبح المطربة سمية السالم. ومع حملها في ابنتها عبير تقرر نقل خبرتها للابنة وهي ما زالت جنينا، لتحافظ على فكرة زيادة فرصة الجيل التالي، ويكون النتاج موهبة لا شك فيها وطفلة تدرس الفن منذ نعومة أظافرها في معهد الكونسرفاتوار، لتبشر بمطربة من العيار الثقيل تقدمها الأسرة هدية لمصر المستقبل. سعيدة دايما بلقائكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بيت العيلة، بنستضيف فيها أسرة جديدة. المرة دي الأسرة هي الجدة والأم والبنت، ثلاث أجيال. التلاتة اللي بيميزهم عشقهم للفن، التلاتة فنانين بطريقة مختلفة في مجالات مختلفة. الجدة كانت بتكتب شعر، الأم والابنة صوتهم حلو بيغنوا، والحكم في النهاية طبعا ليكم. اسمحوا لي أبدأ أقدم، طبعا بنبدأ بقى بالكبير مقاما طبعا، الأستاذة ليلى الجدة. أهلا بيكي، منورانا. الله يخليك. الأستاذة سمية سالم، أهلا بيكي. أهلا بيكي. وآخر بقى جيل معانا الحفيدة بقى عبير السالم، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وأنت البطل على فكرة اللي معانا النهاردة، يعني مع احترامي لكل المواهب أكيد. لا اللي لا معانا أكيد هي عبير طبعًا. النهارده يعني طبعًا. بس ابدا بحضرتك بقى طبعًا. واقول يعني احساسك ان بنتك فنانه صوتها حلو ومطربه، واعز الولد ولد الولد بقى كمان أكيد. عبير أكيد. نفس طبعًا. الشيء طبعًا. ده بيخليكي سعيده طبعًا. ان هم في المجال ده بتشجعيهم ولا طبعا ايه؟ طبعا فرحانه بيهم جدا جدا، وعبير بالأكتر إن هي صوتها حلو جدا وموهبة فنية رائعة، ومامتها طبعا معلماها النغمات الحلوة، فشيء يفرح يعني. انت اللي بتربي برضو مع الاستاذ سمية طبعا، والله يعني يعني استاذ سمية طريقة او طبيعة الشغل، الاوقات اللي بتنشغل فيها كتير عن عبير، ممكن هنا بقى انت بتعوضي، بتحاولي تعوضي؟ طبعا الجدة بتبقى أم الكل، بس عبير مرتبطة أكتر بمامتها، يعني أيوة. في يعني اندماج روحي بينهم وبين بعض. كفاية ارتباطهم علشان بيتقاسموا نفس الموهبة، مش كده عبير؟ طبعا بندندن مع بعض وعلى طول فاهمين بعض طبعا جدا، احنا بنقول ايه وبنسمع ايه وهنحفظ ايه ولما نيجي نسمع حاجة جديدة، ألبوم مثلا جديد لحد جديد، نقول ده اختياراتنا واحدة، ده عملت كذا عشان كذا، فاحنا فاهمين لغة بعض كويس جدا يعني. ايوه. وبتاخدوا اراء بعض، يعني انت ممكن طبعا تقولي لماما يا عبير على اي ملاحظة مثلا وماما تسمع لك؟ ده ده طبعا اساسي. حقيقي. طبعا عبير انا هلبس ايه، عبير انا هعمل ميك اب ازاي، عبير طب انا هروح فين، طب انا ممكن طب ابدا اغني بايه، ايوه. طيب انت ايه رايك بالنهار، طب نعمل كذا، طب بالليل لازم، لا حتى لو مش في البيت هكلمها في التليفون او مسافره مثلا، زي ما كنت مسافره قبل كده بكلمها بقول لها عبير ايه رايك كذا كذا، لان احنا مصاحبين بعض يعني قوي انتوا زياده عن اصحاب، اللزوم. جدا. يعني انت حتى كنت بتقولي لي قبل التسجيل انا اختها، انا صاحبتها واختها اكتر من اي حاجه تانية، يعني كاننا اخوات يعني. لا في ارتباط كده غريب يعني، صعب. وده مش من فراغ على فكره، يعني الموهبه طبعا هي استعداد وهبه من عند ربنا، لكن علشان يعني مثلا حضرتك كنت بتكتبي شعر،
لما اهملتيه، لما ما بقيتيش تمارسيه ومهتمه بيه زي الزرعه اللي بنسقيها، ايوه اكيد خلاص طبعا انت الموضوع ده نسيته اتنسى. ايوه. نسيته. لكن الاستاذه سميه لا، انت كنت ليكي جمله بتقولي انا كنت بسمعها موسيقى من وهي في بطني. ده حقيقي مظبوط، ده ده حقيقي. حصل جدا. عبير يعني كنت في حملها مود تاني خالص. كنت بطبق بقى الحاجات اللي انا كنت قريتها، وبالإحساس جدا، يعني بكل نغمة فعلا كانت بتوصل لها كل إحساس. ولما اتولدت كانت حاسة بيا جدا جدا، وفضلنا بقى في المود دوت لحد ما كبرت. بس خلينا نقول ان كويس انها ورثت برضو الموهبة دي، طبعا يعني مش كل ولادنا بيورثوا الحاجة اللي احنا عايزينهم يورثوها منا، يعني انا ما فنقول كنتش حاجة اقصد جميلة يعني. خالص ان انا اورثها اي شيء. هي فاجأتني في سن 5 سنين بالظبط ان هي عندها نغمة في صوتها، وان هي تقدر انها اول ما بتمسك القلم وتكتب هتكتب شعر وهتبتدي تعمل حتى اكتشفتي موهبة التيمبو. وهي عندها 5 سنين، ازاي؟ لقيتها بتدق مصمودي وملفوف وحاجات، هي عصراء. اوكي. بإيدها الشمال. لقيتها بتدق فعلا، يعني تيمبو، نغمات نغمات. وماسكه الموضوع وابتدت تكتب عليه وتطلع اللي جواها وتقول اسمع كده في نبره، لان 5 سنين يعني الصوت لسه ضعيف جدا، بس في حاجه الاستعداد، في الأذن استعداد جدا. الموسيقية، بالظبط في كده. الدقة الصح اللي هي دقة مش انا طفل عادي يعني. انا بعمل تيمبو مظبوط جدا، وبعمل حاجات انا ما حدش علمها لي، ده ربنا هو اللي علمها لها. أيوة فابتدت هي تفرض نفسها، يعني ما حبيتش بقى ان انا اقول لا دي هتبقى فنانة من الاول كده. ابتديت اتابعها حاجة في حاجة، لقيتها يوم عن يوم بتتطور جدا، ودنها بتتطور قوي قوي، وصوتها بيتغير. يعني انا اقدر اقول العبير امبارح كانت بتغني ازاي، والنهارده صوتها اتغير اختلف ازاي. بتحس فمتابعها ان قوي في تطور جدا. حتى لو قليل، بس هي ماشيه لقدام. طبعا اختلفت طب وبتفرق. عبير، احنا عمالين نتكلم عنك بصفه الغائب وانت موجوده، وانت ممكن يعني توري المشاهدين على طول مين عبير. انت في الكونسرفاتوار مش كده؟ سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. يعني مش عارفه ابدا بان انا اسمع اغنيه هي اللي تقدمك وبعدين يا نتكلم، ايه ريت. رايك؟ اوكي طب هتسمعينا ايه؟ ممكن كده يا قلبي. يا ريت يا ريت، اتفضلي. كده كده يا قلبي، يا حتة مني، هي كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. كده كده يا قلبي، يا حتة مني، هي كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. يعني إيه؟ يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت
انك يوم تروح مش فاضل لي مني غير حب الجروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طار بيا الزمان. الله عليكي، الله، برافو. يعني انت معلش 12 سنه، حاسه ازاي بكل كلمه كده؟ لا يعني يعني فاهمه قوي، حاسه هي يعني فنانه. مش مهم، انا بعفيكي من الاجابه لان هي ملهاش اجابه، بس انت حاسه قوي واحساسك عالي وصوتك جميل، بتأدي حلو واللحن قوي، وانا مش متخصصه بس انا بحكم كمستمعه يعني. طبعا احساسك ايه وانت قاعده بتسمعي يا استاذه ليلى؟ لما ده انا احساسي انا كده يعني، فرحانة قوي قوي بيها، وصوتها بيطربني أنا نفسيا، بيخليني أنا مبسوطة حقيقي. وساعات أنا أكون متضايقة أقول لها تعالي غني لي يا عبير، الله، بسمعها ببقى فرحانة جدا. صوتها فيه حنين. أيوة، خلينا نقول برضو إن أنا ما يعني مش دي كل موهبة عبير. عبير كمان بتكتب، مش كده؟ بتكتبي أغاني. كتبتي كام أغنية لغاية دلوقتي؟ هو أغاني كتير بس لسه في تكملتهم. بتكمليهم؟ هما يعني قصائد ولا ايه؟ هما انا لما باجي اكتب او الحن بكتب الكلام الاول وبعد كده اختار اللحن هيبقى عامل ازاي. اي فانا دلوقتي شغالة يعني بتجيب 19 تيمة اغنية. يعني سايب، بتبقى التيمة مثلا بتاعت حاجة، بتاعت اغنيه او حاجه، ولسه بقى بيبقى الكوبليهات لسه يعني ما ركزتش فيها التيمه. شويه بمعنى ايه بتجيب التيمه؟ عشان يعني التفعيله الفكره بتاعت الفكره الاساسيه. بتاعت الموضوع. وبعدين كمان احنا مش هنركز في الجزء ده طبعا، احنا كده احنا يعني ده ما يعني جزء يعتبر اللي مع هو بينمي نفسه بنفسه، علشان ودنينا كل ما هتتربى احسن كل ما هيبقى عندنا حته فنيه ابداعيه، ايوه. بس مش هو دوت اللي هيبقى يعني موهبتنا او او تخصصنا او هنقول كده الايام هي اللي هتقول بالظبط يعني كده، احنا لكن هنوفيها في يعني. بوادر وفي بشاير للموضوع، فده كويس جدا ان انا عندي ودن ممكن تخليني اقول ان ممكن احط كلمة هنا. المطرب عادة يعني ممكن ان هو يستبدل كلمة بكلمة، يقول تيمة، يقول عربة، يقول حتة بتاعته هو، شخصيته هو، ايوه فده كويس جدا بالنسبة له. لكن الموضوع بقى مش هياخد شكل احترافي يعني، ده موضوع ابداعي بس، لكن الاساس هو الغنى، كل ده بيغذي او بيخدم على على الغنى الغنى. بالظبط. والعزف فيه كمان جزئية العزف على الفلوت، مش كده؟ الفلوت انت اللي هيفيدها اخترتي جدا. الفلوت يا عبير؟ هي بالتقسيمة يعني اولى اعدادي بيبقى تخصص كذا، بس انا لما عرفت ان انا بقيت فلوت يعني انا حابه الفلوت. حباه. هو يعتبر يعني برضو هم اختاروه لها علشان جسمها، وعشان جسمها قليل شويه وسنان، في ضوابط عندهم او رولز كده هم بيختاروا عن طريقها يعني، فكان الانسب ليها الفلوت. وبعدين أي. عشان بتغني، عشان النفس، فهي تفيدها جدا كأنها تمارين نفس جدا. مش كده؟ مظبوط. الكونسرفاتوار اضاف يعني، هنا انا بتكلم على جزئيه مهمه، ان الموهبه مهمه قوي ان انا اثقلها بالدراسه. هو ده اللي حبيت ان انا اعمله. طبعا من سن 5 سنين ل 12 سنة، مرحلة كبيرة جدا، 7 سنين. مش ما كنتش حابة بقى ان هي يعني اقول لا هي هتبقى مطربة، لا هي هتبقى فنانة، هي عندها دوت، ما استعجلتش ابدا. قعدت وسمعت، على مدار ال7 سنين هي فرضت نفسها عليا تماما، فما كانش ينفع ان انا اسيب موهبة من عند ربنا كده، لا لازم بقى اثقلها بالدراسة كويس قوي، وتبقى فاهمة، ويبقى الجيل احسن. يعني احنا بنتكلم في اجيال، لا لازم هي تطلع فاهمة كويس جدا، وعارفة هي بتقول ايه وبتعمل ايه، بحيث ان يكون فرصتها كمان احسن من بدري، لانها سن صغير. والله كلام حلو قوي ان احنا نقف عنده، ان انت كأم هنا بتتكلمي وأم فنانة. مهم قوي اني اكتشف موهبة ابني او بنتي مبكرا، طبعا واني اقف عندها
ويا ريت زي ما قلت اثقلها بالدراسه، ده مهم جدا جدا. طب احنا نطلع تقرير عن نفس الموضوع ده، نشوف راي الناس ايه ووعيهم بخصوص الموضوع ده ايه، ونرجع نكمل حوارنا مع بعض. المواهب عند الأطفال متعددة، هل هي مواهب رياضية، مواهب فنية؟ فهنا بيبقى دور الأب مهم جدا، أو دور الأم في البيت. يعني إذا اكتشفت أي موهبة رياضية عند ابنك بتروح تنميها في النادي، أو موهبة فنية سواء صوته حلو عنده نغمة، فده بيروح مثلا المكان زي الأوبرا. بنكتشف الموهبة عند الطفل في مراحل حياته الأولانية، لما مامته بتحاول تعلمه مهارات التعليم، نموه. المفروض ان هو بيبتدي يكتسب حاجات من والدته أو من والده أو من البيئة المحيطة بيه، فبتبتدي مامته تعرف إذا كان هو بيميل أكتر للرياضة أو للموسيقى أو لحاجات المهارية بإيديه. الموهبة بتظهر لوحدها، في مؤشرات ليها، وواجب الآباء والأمهات إن هم ينموا الموهبة. إذا كانت رياضية بيحاول يشترك له في نادي، إذا كانت موهبة فنية بيحاول برضه يشوف إزاي ينمي الموهبة بتاعته. بتبان عليه من حركاته من صغر، وأول ما نكتشفها ننميها عنده، إذا كان بحضانة KG1 أو بحاجات تخصصية زي المدارس. على حسب، لو ثقافية هيوديه المكان المناسب بالنسبة له، لو هي رياضية هيوديه النادي، لو أيا كان. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. عن نفس الموضوع بنستكمل حوارنا، ونقول يا عبير ان الكونسرفاتور حسيتي انه اضاف لما دخلتي بقى تدرسي، مش بس موهبة كده انت بتغني مع ماما كده، حسيتي انه اضاف لك. وبرضه عايزة اسمع رأيك، لان انت كنت بتقولي لي حاجة مهمة جدا، بتقولي لي انا كل يوم بحس ان عبير في تقدم، بتعمل ان شاء الله خطوة، بس هو خطوة لقدام. تغيير صوتها وفهمها ووعيها، وفي يعني الكونسير بيعمل حاجة مهمة جدا، أو الدراسة عموما بتعمل حاجة مهمة جدا، بغض النظر طبعا عن أنه هو كونسير. أي دراسة أكاديمية بتربي الودن، يعني بتربي إزاي أنا أسمع كويس وأترجم كويس وأبقى فاهم أنا بقول إيه. ده موضوع مهم جدا بالنسبة لأنها هتبقى محترفة في الموضوع، أو أنها يعني أنا سايبة لها برضو مساحة هي تختار. أي. بس أنا بدوري كأم لازم أوجهها في المكان الصح، طالما الموهبة أخدت منها حيز كبير من الحياة، وده برضو بسبب البيت. يعني بسبب ان هي طول الوقت هي سمعاني بكلم ملحن، بعمل حاجه، بتغني بتبندني. انتوا بيتكم عامل ازاي؟ ها استاذه ليلى، البيت كله دندنه بقى يعني وتلحين وكتابه اغاني. انا بكتب اغنيه، انا بغني. انا مامتها بتعمل بروفات قدامها وبتغني بتسمع لنفسها وهي بتسمع منها. طبعا خدت موهبه من مامتها. لازم ما جنب في الاوضه احنا بنقوم، يعني عبير انا بقومها من النوم، عبير تعالي نقول الحته دي مع بعض. بتقوميها باغنيه يعني بدل لا يعني عبير تعالي نقول الحته دي بتسمع مامتها وبتغني مع بعض. تعالي احنا طبعا احنا بنحفظ الحاجه الفلانيه، مثلا الصب والمايك، واحنا عندنا استوديو صغير كده في البيت، استوديو صغير في البيت. حاجه كده صغيره لازم نقعد بقى يعني نتمرن عليها يعني. أيوة. فهي اخدت دوت، وما ينفعش لنا من غيرها او هي من غيري، لا صعب. فانتوا مع بعض بقى، طب ما تعملوا دويتو. هنعمل ده حقيقي حقيقي. لسه فكره لازم تتحقق يعني، ما دام انتوا كده يعني. لا هنعمل دوت قريب جدا، وفي حاجه هو باذن الله يعني كليب لعبير هيشتغل فيه حسن اباظه الملحن، وهتبقى حاجه لطيفه جدا يعني. مش هتغني شويه في موضوع الكليب. طب بالنسبه لك انت يعني انت بتتكلمي عن عبير، وعبير موهبه جميله يعني، وهي بطلتنا النهارده، لكن بالنسبه لك انت الكليب برضو مش بتفكري؟ انا صورت كليبين
تمام، وطبعا متأخرة جدا، وفي حاجة جاية شغالين فيها للعرايس بقى والفرح الله. والحاجة كده يعني. ايوه احنا دايما مبهجة الحاجة يعني، حاجة اللون مبهجة. اللي انا بلعبه لون فرح، لون شقاوة شوية، ايوه فالموضوع طالع حلو جدا. انتي اللون الشقاوة الفرح وعبير الرومانسي شوية مش كده؟ عبير الهادي يعني زي انا عملت حاجات ستايل يعني، حاجة كده ستايل لطيفة برضه، بس عبير اللي هو الطربي قوي، لان هي حابة دوت وطالع بقى وشكلها الموضوع كده، شكلها حتى كده. شكلها مناسب لكده. ايوه حتى الحاجة اللي احنا هنشتغل لها فيها مش على انها طفلة، ازاي بقى؟ لان صوتها كبير، هي صوتها كبير يعني معاني الكلمات بالظبط، مش واحساسها موضوع. كبير، مش قصة ان انا طفل فهطلع اقول. طب الناس ممكن تتقبل ان طفلة تطلع تتكلم في مواضيع حب وحاجات اكبر من سنها؟ والله اصل ده اللي سن عبير لسه صغير قوي. احنا دوت اللي هنقوله هو الاحساس، يعني صوتها واحساسها هيوصل للناس ازاي. صوتها فعلا كبير يعني، اكبر من سنها بكتير، وعقلها وتربيتها ويعني على فكرة عقلها فعلا برمجتها أكبر من سنها، ده حقيقي. أنت 12 سنة، لا يعني الكلام معاكي قبل التسجيل، وحتى يعني أكيد حكم المشاهدين برضه هيبقى كده، إن مخك كبير يعني، هي ماما ذكية هي. جدا. أيوه واضح. ولما مامتها بتكون يعني متضايقة شوية أو في مشكلة بسيطة، بتخش بتعمل حوار لذيذ مع مامتها وتبسط الأمور وتحل المشكلة، الله عليكي ما وتكون شاء الله، ده حقيقي. يعني العقل بتاعها كأنك بتخاطبي ما شاء الله يعني حد كبير حد كبير، قدامك. وبتحل المشكلة لمامتها وبتقول لها لا نعمل كذا ونتصرف كذا، والمسألة مش واخدة وقت يعني وكده، يعني حاجات كتير بتتحل والفضل بسببها. الفضل لماما برضو، هي اللي عودتني على كده يعني. هي كانت مصاحباني قوي، كنتوا اصحاب طلعت برضو؟ جدا كنا طريقي اصحاب قوي جدا. واصدقاء، وبعدين كنا كاخوات مع بعض، اي يعني وما زلنا على لحد فكرة حضرتك دلوقتي. يا استاذة ليلى صغيرة لا ما يعني، زلنا، لا مش يعني صغيرة ماما ولا فعلا حاجة، كلكم فعلا اوان شبه بعض ما زلنا احنا وصغيرين الاتنين يعني. اصدقاء يعني لا وبنتفاهم. جميلة ماما أوي، أنا بحب يعني أقدم دايما الأسرة اللي بتوصل معنى من ماما غير كلام كتير. ما هو معنى مفروض، يعني إيه لا هو بعد اذن الأم تبقى حضرتك صديقة بس، بنتها لا وقد هو إيه مهم. مفروض كل ام تصاحب بنتها وتصادقها علشان البنت تطلع يعني انسانة كويسة، ولو في مشكلة تحلها. عارفة حضرتك إحنا مش هنراقب بناتنا الـ24 ساعة، لا ما هي الحل إيه؟ صداقة، إن أنا أبقى صديقتها، صديقة. أقرب صديقة بدل ليها، ما تحكي لصديقة بره وطبعا هتيجي ان انا تحكي اربيها انها تعرف ربنا وتبقى قريبه منه، كل فهي تراعي حاجة. ضميرها لا يعني، بيبقى في او الصداقة اللي بين ضميره يعني. الأم وبنتها بيبقى في حوار مفتوح، كل حاجة الأم بتقول عليها وكل حاجة بتفهمها لها، وبتفهمها الحياة وبتفهمها الدنيا، ومع ذلك هي بقى بتبقى واخدة فكرة طبعا إن هي تعرف تتصرف إزاي. فربيتي عبير على كده، وعبير ربت سمية سمية. على كده، وسمية ربت عبير على كده. مظبوط. أيوة طيب، احنا اتكلمنا كتير قوي بقى والدنيا يعني كل ده، احنا سمعينا حاجة بنديلك بقى. فرصة تستريحي، سمعينا حاجة بقى، ايه يلا رأيك؟ بينا. حاجة انت كاتباها ممكن، ولا حاجة مش ليكي؟ اوكي، ها سعادة ولي قلبي. ممكن نسمع السعادة. سعادة السعادة انت كاتباها؟ الله، طب نسمعها يا ريت. السعادة مالية قلبي، مالية قلبي بالأفراح، وخلاص ما هو انت جنبي، وسلام بقى للي راح. السعادة مالية قلبي، مالية قلبي بالأفراح، وخلاص ما هو انت جنبي، وسلام بقى للي راح. تعالى يا سهر الليالي، تعالى يا شاغل بالي، تعالى يا سهر الليالي، تعالى يا شاغل بالي، تعالى 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 يا سهر الليالي، تعالى 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 يا شاغل بالي. الله عليكي، انت ازاي هي اللي كتبتي الكلام ده؟ ملحناها وهي اللي مألفاها.
احنا لسه فيها كمان تلحين وتأليف يعني. لا ما شاء الله بجد يعني. جات لك فكره المعاني دي ازاي وتقعدي تكتبيها؟ ما استعنتيش بماما خالص؟ كله انت؟ لا ده هي فاجئتني بيها اصلا، كانت تعتبر اول حاجه كامله. اول حاجه كانت تكتبها هي الاغنيه دي. هي دي؟ لا كان في حاجه قبل كده بس كانت غامقه شويه، فيعني عارفه حزينه يعني كده. يعني لازم بقى في الاول نغمة، طب انا هجرب اقول ما اعرفش، لان طفله برضو في الاول وفي الاخر يعني. وبعدين بقى لما في وقت كده قامت عملت الساعه ابتدت ترتب الموضوع، لانه الكتابه والتلحين ده حاجه صعبه جدا طبعا. اكيد جدا جدا أكيد. مش سهله ابدا ابدا. طب ما تكتبي لماما بقى اغنيه؟ مش بتفكري؟ مش يعني للدرجه دي. ساعتها اقول لها بقى يا عبير انا عايزه مثلا كذا، الفكره دي لو جت معاكي يعني ماشي، بس على دي خبرات. ايوه. طيب لما بتقعدوا مع بعض بقى تسمعوا مين؟ مين المغني؟ مين المغنية؟ مين؟ وردة طبعا. وردة طبعا. انتوا الاثنين متفقين على وردة؟ احنا التلاتة متفقين. انتوا التلاتة متفقين على وردة؟ ايوه. كل اغاني وردة؟ انا وردة طلعت وبسمع الساعة 5 الراديو بيتفتح في وردة وفي ام كلثوم وفي فايزة احمد وفي عبد الوهاب وفي طب دي كل دي اغاني طرب واغاني قديمه بالزبط. يعني ممكن قوي اختلاف الاجيال هنا فين؟ يعني الاجيال ازاي ثلاث اجيال قدامي اندمجوا مره واحده في ذوق واحد ازاي؟ الاساس يعني؟ الاساس الحاجات الاغاني اللي هي القديمه دي هي اللي خلت اللي زي عبير وسميه يعرفوا يغنوا. ده حقيقي مدرسه لوحدها. طب اللحن وفي الكلمات ازاي بتطلعي الكلمه وازاي بتسمعي اللحن وازاي بتحسي بالاغنيه قبل ما تتكلمي فيها. ايوه. فدوت مفيد طبعا. طب ورده دي مطربه، طب في المطربين بقى مين؟ مفيش ولا مطرب؟ قولي قولي. انت هتقول هو عاده مش بنسمع ولاد قوي، بس ممكن بحب لعبد الحليم حافظ اهواك. اهواك واسمر ياسمراني والحاجات دي كلها بحبها. ما حاولتيش تدندني بالاغاني دي بتاعت عبد الحليم؟ في اول مره تحبي قلبي بتغنيها. بس في حاجه يعني زي عبير بقى، يعني تقدر تقول الاغاني السريعه زي سميره طبعا، لون سميره بيليق عليها جدا. ايوه. وانغام سميره، وسميره ليها اغاني كده. سميره من الناس اللي رغم انها ظهرت في وقت يمكن يعتبر قديم نسبيا طورت نفسها. هو ده الذكاء، وده مهم قوي قوي عند الفنان الذكاء ده الفني ده طبعا. طورت نفسها شكلا وموضوعا ونغمه وكلمات. هي طبعا دي استاذه كبيره جدا وما حصلتش، واتمنى يعني ان انا اشوف في يوم من الايام عبير نجمه كده زيها، يعني تبقى هي دي السعاده اللي مالي قلبي وهو هدفي. لكن كده. عبير مش متاثره خالص بالاغاني الجديده دي اللي هي بتقول اللي هي يعني ترند او اللي هي كل الشباب بيسمعها وكل اللي في سنك لا ودناها دايما يعني بتنفر تماما من اي حاجه راصه ومش يعني ما فيهاش فن. لا أيوة. مستحيل. لا ما ينفعش، ما بتبوظش ودنها. لكن بتتابع اصاله نزلت مثلا ايه الجديد، ايه اللي حصل. في اغنيه حلوه جدا عايزين نسمعها منها سميرة، يعني دي بتحبها جدا سميرة سعيد. حب طيب ما يقوس اللي هي أغنية ايه؟ حب ما يقوس منه. حب ما يقوس منه مرة واحدة كده. طيب خلينا نرجع برضو نقول لكم ان احنا بندعوك لمشاهدة تقرير عن نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه، الاغاني القديمة الاغاني الحديثة، الناس تجاهها ايه. لسه في جيل من الشباب بيسمع الاغاني القديمة زي عبير كده وبيشجعها وبيحس بيها بيقدرها، اللي هي المقدمة اللحنية ممكن تبقى ساعة مثلا. هنشوف التقرير ونرجع نستكمل الحوار. طبعا القديمة فيها لحن، فيها كلمات جميلة،
فيها كل شيء معبر عن مصر، حتى القديمة، مصر الحلوة، مصر الرايقة، مصر النظيفة، عصر ما يتكررش تاني، الأغاني الجديدة ما تتسمعش. أكيد طبعا الأغاني القديمة علشان الألحان والكلمات. القديمة طبعا فيها كلام كده يتفهم، مش زي الأغاني الجديدة دلوقتي مش مالهاش أي معنى. الأغاني الجديدة جيلنا بنسمع الأغاني بتاعتنا، والأغاني القديمة تراثنا برضو، لازم نفهم المزيكا زمان كانت ماشية ازاي. بحس بالزمن الجميل، الزمن الماضي الجميل. كلام جميل ما بنلاقوش دلوقتي، وألحان طبعا وكل حاجة، وبعدين أم كلثوم في كل عصر، الصبح وبالليل في أي وقت نسمعها. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حوارنا مع الفنانه سمية السالم وعبير السالم، ونقول ان احنا هنرجع باغنيه كنا لسميره سعيد، مش كان ده الوعد اللي اتفق؟ طيب يلا بينا، حب ما يقوس منه. قال انه مش مرتاح من غيري، والدنيا بعدي خلاص فديت عليه، راح شاف حياته مع حد غيري، ايه جابه تاني وهو انا داخلي ايه، مش فاهمه ليه بيشكي لي همه، كان اللي غصب على اللي وصلنا ليه، في واحده تانيه شايله اسمه، ما بقاش عشاني هشيل انا همه، ليه دلوقتي حلت في عينه، وليه انسى اللي كان يربطني بيه، في ناس غيري مستنين، وايه انا في حياته ابقى ايه، انا جير على حساب كرامتي، ويضحي بيا وضحي تاني ليه، هو ده لو حاسس بقيمتي كان ليه نسيني وخيب املي فيه، وانا خلاص ما بقتش ناقصة، واللي انتهى بقى صعب نبتدي، دي الوحدة بتسامح وتنسى في اي حاجة الا الحاجة دي، ليه دلوقتي حل ادفع عينه، وليه انسى اللي كان يربطني بيه، فيه ناس غيري مستنين، وايه وانا في حياته ابقى ايه، يلا سلام سلام بينا مفيش كلام، احسن لنا بعيد عنه، انسى اللي كان زمان، انسى اللي كان عشان الحب ده ما يقوس منه، يلا سلام سلام بينا مفيش كلام، احسن لنا بعيد عنه، انسى اللي كان زمان، انسى اللي كان عشان الحب ده ما يقوس منه. الله عليك، انت بتقلدي سميره سعيد كانها قدامي. ما شاء الله عليها. مش كده؟ يعني انا كانه انت طبعاً, طبعا احساسك بالسعاده مضاعف يعني. جميل 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 جدا. عايزين نسمع بقى حاجه طربي قوي بقى. انت كمان الطرب بت لا لازم نسمع. والاغاني القديمه اللي فيها طرب قوي يعني ايه؟ زي مين؟ ام كلثوم مثلا ولا مين؟ او ورده اللي انت بتحبيها؟ نقول ما تعتذرش مثلا. شيرين. طيب يلا بينا. يعني انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما تغني، انت محدده خلاص ان طريقك هو ان انا هبقى مطربه، ولما اكبر هبقى مطربه، انا هشتغل مطربه، خلاص انت مقرره وبتشتغلي على ده من دلوقتي، وماما مقرره كده وعارفه كده، صح؟ ولا انت سايباها يعني؟ انا حيرتها. اصل الجزئيه بتاعت الدراسه دي تعبير، انت خلاص انت دخلتي المعهد، مش هينفع تطلعي دكتوره، مش هينفع تطلعي مهندسه، مش هينفع تطلعي حاجه تانية. سبت لها وقت وفتره. خدت القرار امتى؟ ما هي كانت صغيره، هي كانت يعني 5 سنين 6 سنين. لا احنا لسه، احنا السنه دي يعني 12 سنه، يعني احنا لسه اعدادي كونسير. ايوه تمام. فاكيد اوكي. طيب اوكي. خلاص يا ماما مش عارف، ما طول وقت لو ما غنيتش بتكتئب حقيقي كمان. وكل انفعالاتها بتطلع. انا كل ما ابقى قاعده زعلانه هتلاقوني بغني، كل ما ابقى فرحانه بغني، حتى وانا نايمه بصحى على الغنى. بجد ده في دمك يعني. وبعدين يعني كمان مش مبالغه لما نقول كده يعني. لا كمان هي عندها لكنه خليجي حلوه جدا، وبتغني خليجي كويس جدا جدا، وشامي يعني عندها الفريتي ده موجود.
طب احنا عندنا وقت على فكره ان احنا نسمع الكلام اللي انا عماله اسمعه من ماما ده. لازم بس نبدا الاول. قلنا هنغني ايه؟ ما تعتذرش. اتفضلي. ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك، سيب الكلام خليني امسح دمعتك. ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك، سيب الكلام خليني امسح دمعتك. في البعد عنك اسوا والم، في البعد عني حيره وندم، في البعد عنك اسوا والم، في البعد عني حيره وندم. تعال جنبي قلبي سامح قسوتك، خلاص مسامح قسوتك. الله، انت فعلا صوت بيشيل الاكتئاب. زي ما ننب، لا مش ننب، انت بتقولي لها لولا، مش ليلى، بتدلعيها اصلا. ليلى على طول، ليلى على طول، زي ما ليلى بتقول. لو تسمحي لي يعني اقول لك، اتفضلي. لا لا عبير، اتفضلي. صوت بيشيل الاكتئاب فعلا. طبعا واحد لما يبقى مشتاق يقول لها تعالي غني شويه خلاص. عايزه اقول لك دي حقيقه. انا لو متضايقه وعندي مشاكل كتير جدا او ايا كان مودي مش حلو ابدا، بحب، انا بعشق صوتها. ايوه عبير، تعالي تعالي نقول حاجه، تعالي نغني. خليجي بقى، خليها تغني خليجي. خلاص ده يعني لولا بتقول غني خليجي. غني خليجي بقى، يا ريت نسمع اللهجه الخليجي. مين علمك اللهجه؟ يعني ازاي؟ احنا يعني عايزه ماما تغني معاكي ولا ايه؟ شكلك كده، شكلك بتحاولي تقنعي ماما. الصوت بس عشان طيب خلينا خلاص نسمع عبير. ماشي، لوحدها. حلوه منك الاماكن قوي. قولي الاماكن. الاماكن كلها مشتاقه لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي صار بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. كل شي حولي ذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت. وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. صرت خايف لا تجيني
لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. لو تدري حبيبي وانا قلبي من رحلت ما عرف طعم الامان. جميله، برافو عليكي. يعني بصي احنا ممكن نقضي السهره كلها اغاني وبنسمع اغاني، لسه في لهجه سوري ولسه في. انا سعيده جدا بلقائكم، وعيله فنيه فعلا عن حق. وانا متاكده ان الحلقه دي انا هحتفظ بيها، لان متاكده ان انت ان شاء الله هتكوني اسم بعد كده ان شاء الله، ان شاء الله وهتكملي. انا واثقه ان انت هتكملي، مفيش حاجه هتوقفك. بشكرك يا عبير، بشكر استاذه سميه السالم، استاذه ليلى، ربنا يخليكي. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا، والى اللقاء في نفس ميعادنا الاسبوع القادم، حلقه جديده واسره جديده من بيت العيله. شكرا والى اللقاء.